مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم سلام يا كويت. هذا البرنامج اللي تعودنا نطل من خلاله عبر شاشه قناه الكوت الفضائيه بشكل يومي، طبعا مع الاخوان الزملاء المذيعين. اليوم ان شاء الله مواضيعنا دائما، طبعا المواضيع يتم انتقائها لافاده المشاهد وافاده ايضا المواطن اللي يشاهدنا ويحرص على متابعتنا دائما. موضوع الزواج هو يعني موضوع مهم لكل الفئات، سواء من هو مقبل على الزواج او من هو في سنواته الاولى، وحتى ايضا من يعني الله سبحانه وتعالى اعطاهم العمر المديد في هذا الجانب. لذلك اليوم راح نتطرق الى هذا الموضوع، لكن يمكن من زاويه اخرى. يمكن المعد اختار العنوان يكون الزواج خلينا نقول تناغم واختلاف، واحنا راح نسعى للوصول الى السعاده الزوجيه من خلال حوارنا. طبعا الموضوع شوي كبير ويحتاج الى حلقات عديدة، لكن احنا نحاول كثر ما نقدر ناخذ زبدة الكلام والخلاصة من خلال الضيوف المختصين معنا، ونوصل ان شاء الله الى فائدة نوصلها لكم بطريقة مختلفة. في فقرتنا الثانية ان شاء الله ما بيطول اكثر عشان ندخل في الموضوع، فقرتنا الثانية راح نتكلم عن الرياضات المظلومة وخصوصا من الناحية الإعلامية. في هناك العديد من الرياضات، لذلك راح نتطرق الى هذا الموضوع في فقرتنا الثانية. بداية خلوني أرحب في ضيفتي العزيزة الأستاذة دلال البلوشي، استشارية في العلاقات الزوجية. حياك الله أستاذة دلال. الله يحييك. الله يسلمك أستاذة دلال. يعني شوي أحتاج تطولين بالك معاي لأن الموضوع كبير، وإحنا بنحاول مثل ما ذكرت إنه نلملم الموضوع، وإذا ما تكلمنا عن الزواج أكيد هناك في بعض الأخطاء اللي تكون إما من الزوج أو الزوجة خلال الحياة الزوجية. قد تكون هذه الأخطاء صغيرة نوعا ما، لكن تترك مثل ما يقولون أثر كبير، ويكون من خلالها أو من بعدها يتعقبها خلافات كبيرة. سؤالنا لك، شلون ممكن أن نتجنب مثل هذه الشغلات؟ لكن الشباب يقولون في تغرير، راح أخلي جوابك بعد هذا التغرير. نشوف التغرير ونرجع للأستاذة دلال. الزواج هو الرباط المقدس بين رجل وامرأة يخططان لبناء أسرة، إذ أن هدفه الأول هو ترتيب قضية الإنجاب والتكاثر التي دعت إليها الديانات السماوية. ومن المعروف في العلاقات الزوجية أن المتزوجين لن تبغى كل أيامهما حبا وعشقا، ذلك لأن الأمور الحياتية تتغير وتتبدل، فالحب يبغى بينهما، ولكنه يرتقي إلى حالة مودة وحنان ومشاركة وجدانية. فعندما نتحدث عن مفهوم الزواج، فالزواج بحد ذاته هو رباط إنساني مبني على كل القيم والمفاهيم الإنسانية مهما اختلفت الديانات والأعراق والقوميات واللغات. ورغم اختلاف أشكال وتقاليد الزواج بين الشعوب والبلدان، فإن مضمونه يبقى واحدا لا يتغير، وهو الاستمرارية في الحياة والرسالة التي سوف تنتقل من جيل إلى جيل إلى نهاية الكون. ولذلك علينا أن نكون مخلصين لهذه الرسالة الإلهية من خلال احترامنا وتقديرنا للحياة الزوجية وإعطائها الاهتمام الكبير اللائق بها. فكثير منا يحلم ويرسم ويخطط ويعمل بكل قواه حتى يدخل عش الزوجية، وبعد الزواج تتبخر الأحلام ويذوب طيب الكلام لتبدأ هموم الحياة وينسى القيمة الحقيقية للزواج، مستسلما لضغوطات الحياة المتنوعة. وتعتبر قواعد التوافق الزوجي من العوامل الهامة في بناء زواج أكثر استغرارا وسعادة وأمنا، بعيدا عن التشنج والاختلاف والفشل. فالتوافق في الأذواق مهم جدا، كأن يكون هناك توافق وتناغم إلى حد ما في الطباع، والأهم من ذلك هو التقارب الفكري والثقافي، بحيث لا تتعارض كثيرا أفكار وثقافات الطرفين، ليشكل هذا التقارب ضمانة اجتماعية قوية بين الزوجين في المجتمع الذي يعيشان فيه. وكذلك التناغم الترفيهي بين الزوجين والمشاركة والتفاعل بنفس الهوايات والاهتمامات وابتكار الكثير من المواضيع التي يمكن أن تكسر الروتين، لتحيا الأسرة في جو مفعم بالحيوية والتجدد، مما يساعد في إعطاء حياتها مزيدا من السعادة والابتهاج. ويأتي التوافق العقلي على رأس التناغمات والأولويات، فهو يعني المشاركة في الآمال والمخاوف والآراء، فمعرفة كل طرف أحلام وآمال وطموحات الطرف الآخر والعمل معه على تحقيقها، يمثل أحد أهم الأمور الضرورية لاستمرار تدفق روح الحيوية في الأسرة، وعاملا مهما في زيادة الانسجام بين أفرادها للوصول إلى المطلوب، وهو بناء بيت سعيد. حيا
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا التغيير. استاذ دلال ما يخاف سامحيني علقتك. بعد ما شفنا التقرير مثل ما ذكرت لك على السريع، الخلافات قد تكون كبيره نتيجه اخطاء صغيره، شو ممكن ان نتجنبها؟ نتكلم كزوج وزوجه. شوف، اي سؤال ينطرح على موضوع العلاقات الزوجيه يعني تلقى فيه مجالات عده. يعني انت وانت قاعد تقول لي السؤال انا يا بالي كذا محور وكذا شغله، يعني ساعات ممكن اخطاء تكون صغيره لكن الوقع هالاخطاء هذه بين الزوجين وتاثيرها على حياتهم يكون كبير وايد. في امور صغيره لكن ممكن اذا تراكمت، اذا صارت على طول تصير ممله ومضجره. يعني مثلا عدم اختيار الوقت المناسب للفتح موضوع ما، يعني سواء من قبل الزوج او من قبل الزوجه. واحد منهم يكون مشغول، الوقت يكون غير مناسب، وهو متضايق، نفسيته تعبانه، جسديا هو تعبان، شاغل باله موضوع ثاني، او تخيل مثلا هم بطلعه حلوه او بسفر او يعني وات ايفر كذي شغله، يعني ان هم مثلا مستانسين فيها وينفتح فيها موضوع مثلا يضيق الخلق. فساعات ما في فن في التعامل يعني مع الشريك. هذه ترى شغلات صغيره ممكن، بس ترى تاثيرها ساعات يعني يكون كبير على احد الزوجين، وتكرارها راح يزيد الموضوع يعني تعقيد. من الشغلات بعد اللي ممكن الزوجه تشوفها انها هي صغيره، او ممكن الزوج يشوف انه هم هي صغيره، التكلم عن الحياه الزوجيه الروتينيه حق مثلا صديق، حق اخو او حق صديقه او حق اخت او حق يعني الاهل. مقارنه، مو المقارنه، الحديث. يعني انا بالنسبه لي الحياه الزوجيه ريد لاين، هذا خط احمر، هذه خصوصيتي. ما يصير انا اعري حياتي الزوجيه حتى لو بالامور الصغيره حق اي احد، شيء خاص فيني انا وزوجي. يعني ساعات المشاكل الصغيره تنقال، كل شيء تلقاه برا، يعني كل اخبار البيت موجوده برا، سواء ترى شغلات عاديه او شغلات كبيره. يعني ترى هالشيء اكثر شيء من قبل الزوجات، يعني اكثر من الازواج. طبعا في اغلاط على الازواج، يعني انا مو واقفه ترى لا مع الازواج ولا مع الزوجات، في شغلات يعني تكون اكثر مثلا عند الزوجات، انه والله كل شيء ينقلون بعض الامور خارج يعني سواء كانت المشكله عوده او كانت المشكله صغيره. كل شيء ينقل، ما يصير اذا هو في سبيل الفضفضه بس فانت ما راح تلقين حل. اذا هو ان انت تبين حل، ترى ما حد يعرف الحل كثرك انت، لان انت صاحبه الموضوع وانت اللي عايشه مع هالانسان. ومو حلو ان الزوج او الشريك يعني يعرف ان شريكه قاعد يتكلم بالمواضيع الخاصه او يتكلم فيه، يعني مو حلوه بحقه، وهم تاثيره عليه راح يكون مو حلو يعني. فكذي يعني هذه الامور او مثل ما تفضلت انت هم ساعه قلت لي عن المقارنه، ترى هذه مشكله كبيره يعني مو شيء صغير. راح يجيلك انا بالمقارنه، بس خلال كلامك ذكرتي التراكم، قلتي تكون اشياء تراكمات صغيره تتراكم بالضبط. نعم. زين، وايضا ذكرتي الفضفضه، انا ابي اخذهم مع بعض واحطهم في سؤال واحد. انا اقول التراكمات هل ممكن انها تحل من خلال الفضفضه؟ يعني ممكن اذا كان في بعض الامور المتراكمه ممكن نحلها من خلال ان الواحد يفضفض حق الثاني، او من خلال دردشه معينه. اعتقد بان التراكمات العديده للامور البسيطه ممكن انها تولد الانفجار، مثل ما يقولون الضغط يولد الانفجار. وايد حالات نسمع عنها ونشوفها ونقرا عنها ان نتيجه تراكمات بسيطه، ما في يمكن الريال دائما مشغول او المراه دائما مشغوله، فما في حتى وقت انه يلتقون يتكلمون مع بعض حتى يحصل هذه حاله الفضفضه. قد الواحد يشوف انها شيء بسيط جدا، لكن البقيه يشوفون بانه ما في وقت لهذه الخمس ست دقائق او حتى العشر دقائق. فهل تشوفين ان الفضفضه حل لمشكله التراكمات اللي تخلق مشاكل زوجيه كبيره جدا؟ شوف، الفضفضه، بس الفضفضه لمن؟ للشخص الصح. يعني انا لما افضفض لازم افضفض حق انسان او حق انسانه راح تلقى لي حل او راح يلقى لي حل. يعني فضفضه بوعي قصدك؟ طبعا، يعني الكلام هذا الزايد والفضفضه اللي ما في منها يعني ما في من وراها حل، انا شنو اللي بحصله يعني من وراها؟ يعني شوف، انا اعتقد ان لهذا السبب انا دائما اقول ان انا 90% من عملائي هم رجال، لان الرجل في طبيعته، ترى بطبيعته لما يفضفض يكون عنده هدف، يفضفض في سبيل انه هو يلقى حل. لكن اغلب الحريم، اغلب مو الكل،
فضفضتهم تكون في سبيل الفضفضه ترى وبس. انزين وين الحل؟ انزين قاعده افضفض يعني سالفه بس. اوكي انزين بنشحن حتى بالطاقه السلبيه وبذيك خلقي وبتكلم عن الموضوع. ممكن الطرف الاخر يشحن ايضا. ممكن، عشان كذي قاعده اقول لك لازم الفضفضه تكون للشخص الصح. صحيح. شخص يحبني حب ان غير مشروط، وانا بالنسبه لي الناس اللي يحبونك حب غير مشروط الوالدين، وهم بالنسبه لي ان برا بالوالدين ما اشركهم افضفض لهم بكل مشاكلي. يعني هم لازم يرتاحون. خلاص انتي او انت لازم عندكم وعي، انتوا قد الحياة الزوجية، انتوا اللي تدورون حلول حق مشاكلكم، فضفضوا حق بعض. ليش اروح افضفض حق احد من برا؟ حتى لما تفضلت وقلت لي انه ممكن ما يكون في وقت، ايش دعوه؟ 5 دقائق 10 دقائق باليوم. مو انا اقول، انا امثل راي الجمهور. ما عليه، مو مشكلة، لكن انا بالنسبة لي هذه مبالغة. ما اعتقد 5 أو 10 دقائق القاها، حتى لو مو باليوم نفسه، يوم ثاني شنو بيصير؟ الدنيا مو طايره يعني. عادي. حلو. إيه؟ زين، خل اروح حق موضوع ايضا مهم جدا، وهو موضوع فن الانصات. يقال بان الانصات هو بحد ذاته فن، والاستماع والاصغاء يعني، وكل المعاني اللي تاتي بهذا الامر، لان الانسان دائما متعود انه يبي يتكلم، ابيك تسمع رايي، لكن مساله انه اسمع رايك او حتى يعني حتى لو كنت مختلف مع هذا الراي يمكن ما اصبر للاخر. هل احنا في خلينا نقول الخلافات الزوجيه او حتى في حالات الزواج عندنا في المجتمع، خصوصا المجتمع الكويتي، نفتقر الى ثقافه او الى فن الانصات؟ هل احنا محتاجين الى هذا الامر ان نركز عليه بشكل اكبر عشان ممكن ان نخفف من حده المشاكل اللي قاعده تصير ما بين الزوجين؟ طبعا هم هذا حل من الحلول. يعني شوف، انت لما تقول لي انصات او تقول لي اصغاء، فهذا بحد ذاته ترى اني انا اسمعك وكل حواسي معك. أنا قاعدة أسمعك وأنا مهتمة باللي أنت قاعد تقوله. ليش؟ لأني أنا مهتمة بالشخص نفسه اللي قاعد يكلمني. يعني لما الشريك، يعني الزوج يكلم الزوجة أو الزوجة تكلم الزوج، وهي تكون معاه بكل حواسها وقاعد تسمعه وتعطي رأيها ويستشيرها وهي تستشيره، يعني هذا بروحه يبين حق أحد الطرفين مدى الأهمية شريكة بالنسبة له. وهذا إذا بيأكد على شيء فبيأكد على المحبة وعلى الوفاق اللي بينهم. حلو. وراح يسوي سلام يعني بالعلاقة. شيء وايد حلو. زين، أنت تأكدين على أهمية وجود هذا الشيء؟ طبعا أكيد، هذا شيء وايد مهم. حلو. لكن من خلال احتكاكك مع الناس، هل ترين بأن احنا نفتقر بالكويت إلى هذا الأمر، ولا بالعكس هو موجود؟ لا، موجود. 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 شوف، يعني في ناس يفتقدون هالموضوع ويحتاجون انه يكون عندهم فن اكثر بالتعامل مع شريك الحياة، لكن انا اشوف ترى ان مجتمعنا مجتمع واعي. خلنا من المشاكل، ترى دائما يعني المشاكل هي اللي ماخذة، يعني الشيء اللي مو حلو وهو اللي منتشر اكثر او هو اللي مسلط عليه الضوء اكثر. لكن ترى في ناس وايد عندهم وعي، سواء ترى من الرجال ولا من النساء، موجود هالشيء. زين، منو تشوفينه اكثر عند هذا الفن اللي هو فن الانصات، هل الرجل ام المراه؟ اتكلم عن الرجل الشرقي والمراه الشرقيه، ما اتكلم بس في الكويت. هل المراه هي الاكثر انصاتا؟ يقولون المراه حماله اسيه، ما ادري اذا كانت هذه العباره صحيحه ولا لا، ويقولون الرجل كتوم. ما محتارين ما بين الاثنين. انا ما كلام مو شخصي، يعني يمكن هذا الكلام يقال بشكل عام، ان المراه تتكلم بس هم تشيل في داخلها، والريال يتكلم شويه وما يحب يسمع التفاصيل وما يشيل بداخله. لا، مو ما يشيل بداخله، لكنه كتوم، اقصد انه ما يعبر عن ما في داخله. من هو الاكثر انصاتا؟ ولا شوف، الموضوع متوازن؟ لا، هو مو، شوف، هو مو انه هو متوازن ولا انه هو مو متوازن، هو انه يعني وهكتك. لا، ما وهكتني، بس انا قاعده افكر هم بكذا شغله، يعني لان السؤال يصير كذا مدخل فيه، فأبي أتذكر عشان ألحق معاك. حلو. في أزواج على يعني على كلامك مثل ما تفضلت إنه يسمع وكتوم وهذا، إنزين ممكن هو قاعد يعني يسمع بس مو قاعد يصغي، هو قاعد يسمع. يمشي. أيوة، هو ممكن إنه قاعد شكله قاعد يسمع بس هو أصلاً حتى ما قاعد يسمع زوجته شنو قاعدة تقول. فمو انه هو يسكت او ان المراه هي اللي تتكلم معناته ان هو مسكين او هو كتوم. يختلف ويعتمد، يعني كل شخصيه تختلف عن الثانيه.
تلقى ازواج لا والله المراه مسكينه هي اللي ساكته والرجال هو اللي يعني يشطط ويعصب وهو اللي يتكلم وممكن العكس. بس ممكن لان المراه بطبيعتها يعني ما تتحمل ساعات الضغط ضغوط الحياه لانها انثى. يعني احنا عندنا بالكويت ترى شغله منتشره للاسف ان المراه يعني قاعده تشيل مسؤوليتها كمراه وكرجل، وهذا شيء غلط ومغاير للفطره اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا عليها. طبعا هم الكل، انا قاعد اتكلم عن البعض، لكن للامانه الغالبيه. يعني لما تكون المراه تحت هذه الضغوطات ان هي تداوم، ان هي توجب، ان هي تربي عيالها، ان هي تدرس، ان هي تتحمل الزوج بالحياه اللي هي عايشه معاه فيها بكل ما فيها، والزوج مثلا يعني شايف حياته شويه، او انه دائما ترى يعني مثلا الديوانيه هذه هم من بعيد لبعيد قصدك حق يعني الرجل اي، فتلقى المراه هي اللي شايله كل شيء، اكيد بتتعب يعني، فتلقاها ممكن تنفجر وتتكلم وهو ساكت، ممكن هو قاعد يسمعها بانصات ومهتم، وممكن لا، وممكن العكس، المراه هي اللي مو قاعده بالبيت والرجل اصلا احن حتى من الام على عيالها. زين هذا الموضوع هل يحتاج الى تقارب، خلينا نقول، او حتى انت يعني كرايك الشخصي انت مع التقارب الفكري والثقافي في الزواج؟ يعني على سبيل المثال الحين مثلا رجل يحمل الشهاده المتوسطه او الثانويه، هل ممكن انه ياخذ مثلا وحده جامعيه؟ هل هني راح يكون في تناغم فيما بينهم ولا انه راح يكون في تباعد؟ يعني الحديث اكثر حول هذا الجانب. انا ما اتكلم يعني ما اطعن في شخص معين او اطعن في شهاده معينه، لكن كل شهاده او كل لها جوها، لها ناسها، لها احتكاكها، فطبيعي جدا ان ينعكس هذا الامر على شخصيه الانسان فيخرج من خلال تعامله مع اقرب الناس له وهو الزوج او الزوجه. فالتقارب الثقافي او الفكري مطلوب ولا مو شرط؟ أنا مع الثقافة ومع أن العلم نور مثل ما إحنا نعرف في ديننا الحنيف، لكن ساعات يعني يجي لك رجل واصل إلى مرحلة الدكتوراه وما عنده فن الحوار. دكتوراه علمياً بس؟ علمياً، مثقف، عنده شهادات أكاديمية وما عنده فن الحوار مع الزوجة. وممكن يجي لك واحد شهادته متوسطه ويعرف يحتوي بيته وزوجته وعياله وعنده فن بالحوار وتلقى عنده خبره بالحياه ومتحدث وكانه انسان مثقف، بس هو ما عنده شهاده. لكن هم هذا يعني مو شرط، ممكن كذي وممكن كذي. بس انا بالنسبه لي كرايي الشخصي احب ان الاثنين يكونون متقاربين بالشهادة العلمية، لأن ترى حتى الحوار، نوع الحوار اللي بتنطرح فيه المواضيع، يعني حتى المواضيع تصير متقاربة، راح يصير بينهم حوار أكثر، اهتماماتهم واحدة، فراح يصير في جو حلو يعني بينهم بالحديث، يعني عندهم متعة لما يفتحون موضوع مع بعض، متشاركين في الرأي. يعني لأن ساعات شنو تلقى الرجال أو المرأة لاقين نفسهم بالحديث وبالحوار مع أصدقائهم مع أهلهم، بس مو مع الشريك. صحيح. تلقاهم مثلا طالعين مع بعض أو مسافرين مع بعض أو يعني whatever، بس تلقى أن القعدة بينهم فيها فتور. هذه هي الحلقة المفقودة فيما أيوة بينهم. يكون في فتور، يكون في ملل، هم ترى مو فاهمين ليش، ترى هذا سبب من الأسباب. وممكن هم هم يكونون متقاربين بالشهادة وممكن نفس التخصص بعد ونفس المستوى العلمي، سواء دراسات عليا أو جامعية أو دبلومة أو whatever يعني، لكن ما بينهم هم حوار. ممكن هم اهتماماتهم ما تكون واحدة، شخصيتهم غير عن بعض. فيعني مو شرط، ما في شيء عم، ما في شيء عم. حلو، رح يجيلك يعني على الأكثر، خلينا نقول او مو الاكثر يعني، من خلال ايضا احتكاكك او انتشار هذا الامر في المجتمع، هل الخلافات الزوجيه بالكويت واحده من اسبابها هي التباعد الثقافي او الفكري فيما بين الزوجين؟ لكن راح انطر اجابتك بعد هذا الفاصل.
حياكم الله مشاهدينا. استاذ دلال، سؤالي كان عن يعني هل خلينا نقول التباعد الثقافي او الفكري يعتبر واحد من اسباب الخلافات الزوجيه الموجوده في الكويت، ولا ما لا يمكن ان نعده يعني سبب يذكر؟ لا، هو موجود، هو حال الاسباب الباجيه، بس الصراحه يعني مو سبب رئيسي، لان احنا مجتمع واعي ومثقف جدا. قليل ترى اللي عندنا هم مو مثقفين او ان هم مو دارسين وماخذين شهادات، بالعكس انا قاعد اشوف الحين انه وايد اكو اتجاه حق الدراسات العليا وتكمله الدراسه. يعني لا ما اعتقد انه هو شيء وايد رئيسي، بس موجود ما ننكره يعني. حلو زين، انا بسالك السؤال شوي بالفاصل، تقول لي تسالني اسئله وايد وهذا ما تعطيني فرصه. لا، السؤال الغيره المفرطه كموضوع موجود، ويعني ك خلينا نقول سبب من اسباب الخلافات هو موجود في المجتمع. انا سؤالي هل هو عند الرجل بشكل اكبر ام عند المراه بشكل اكبر، وهل الى اي مدى خلينا نقول قاعد ياثر على تقويه العلاقات الزوجيه، الى اي مدى قاعد يضعف العلاقه الزوجيه؟ سهل سؤال؟ سهل، بس اول شيء انا ترى قلت لك كذي لان زين عشان تبي تجاوبني، لان على اساس السؤال يكون طويل وانا ودي ارد على كل محور. أنا سعيد من المحاور يعني اهتم في كل جزئيه. انا ايوه على اساس اقدر افيد الناس يعني اللي تسمعني وما اقصر يعني. لا خذي راحتك باحد الاسئله. الغيره يعني هم ما نقدر نقول ان هي تختصر على الرجل اكثر او على المراه اكثر. الغيره هي شوف هي درجات يعني. اذا متى نقول ان الغيره يعني طافت الحد، يعني صار اوفر الموضوع؟ لما توصل مرحله الشك بلا شك. يعني اذا كانت الغيره يعني ساعات الغيره ترى تحط بهارات حلوه شويه، تحط شويه ملح يعني حق الحياه. اذا كانت يعني الغيره مو الى حد التملك، لا الغيره المحموده يعني، وهذا شيء طبيعي وفطره ترى موجوده عند الانسان. صحيح. اذا كان يعني متزوج ويحس ان هذا الانسان ملكه مثلا. انزين، لكن في يعني ناس توصل فيهم الغيره الى مرحله الشك. عاد نبدي بمرحله الشك شو يصير زوم على ان الشريك ممكن قاعد يمارس الخيانة ضد شريك حياته. في افتراضات واحد يتخيل طبعا وهنا. اكيد ويتخيلون لما يصير هني عاد ندش قانون الجذب. يعني هم تعرفي لما نقول احنا اللي يخاف من الذيب يطلع له، ترى صدق يعني الانسان لما يحط بباله شيء ويفكر فيه على طول ترى ممكن يصير. ولازم الظن، لازم الشريك يحسن الظن بشريكه. حلو. يعني حتى لو انه ممكن هالشغله تكون موجوده، لا اسيء الظن. انت تتكلمين عن زرع الثقه يعني؟ هذا طبعا لازم في ثقه، لازم في ثقه متبادله بين الزوجين واحترام. اذا كانت الغيره توصلني الى درجه الشك ترى هذا مرض، يعني لازم اتخلص منه، ما اكمل فيه، احاول اني اتخلص منه. اول شيء ما قدرت اصارح شريك حياتي، ما فيها شيء، والمفروض شريك الحياه ما يعاير مثلا مثل ما في ترى وايد كذي، لا يتقبل الموضوع ويحتوي. يعاير في شنو بالضبط؟ ان مثلا انت شكاكه او انت شكاك يعني يلقي خلينا نقول يعني يطلع العيوب ويتكلم يعني بالسلبيات، يعني يطلع السلبيات. اي يعني اذا مثلا عيب مثلا كان موجود عند يعني احد الازواج وراح وقال حق شريك حياته، المفروض انه يحتوي ترى ويحسسها بالامان، ويعني يعطيه الثقه انه ما في احد راح يعرف عن هالموضوع، وهذا شيء يعني بيننا وما راح يتكلم عنه، وراح يعالج الموضوع ويساعدني ان انا اعالج بهالموضوع اللي انا مثلا قمت اعاني منه ليتلي مثلا. يعني هذا المفروض اللي يصير، لكن وايد هم ما يصير. فيعني هم هالوعي شويه مو موجود عندنا. بالنسبه حق الغيره موجوده عند منو اكثر؟ يعتمد على الشخصيه، يعتمد على طريقة التفكير، على المعاملة بين الزوجين، على الخبرة اللي صارت بحياتهم. إذا كان في مواقف خيانة مثلا سابقة بينهم، هم هذه ترى ممكن تزيد معدل الغيرة بينهم. زين يعني الله يبعدنا عن الخيانة والخيانات. احنا يعني ان شاء الله نكون في اللقاء دائما في الجانب الايجابي كثر ما نقدر. لذلك عندي نقطة حساسة نوعا ما واحتاج شوي الى وقفة فيها استاذ دلال. مسألة خلينا نقول يعني دائما نقول تهادوا وتحابوا، مسألة الهدايا وخصوصا لما تكون بشكل مفاجئ ما بين الرجل والمرأة، وانا انصافا يعني اتكلم عن المرأة الكويتية يعني
عندها هذا الجانب بشكل كبير جدا. صح. الرجل يمكن اتصور في بعض، انا اتكلم يمكن بشكل شخصي وانا امثل المشاهد، ويعني نطرح وجهة النظر الاخرى. الرجل قد يكون موجود هذا الشيء، لكن في البعض من الرجال يحس بان هذا الامر شنو يعني، شنو هذا وشنو يعني بتمثل الهدية، وما ادري يعني يعتبرها نوعا ما كأنها ممكن تنقص من شخصيته او ممكن انها يعني تهز من كيانه او من رجولته، مع ان ترى على الجانب الاخر لو صار خلاف الله لا يقول، ترى هذه اللحظات الجميلة هي اللي تظل، وهي طبعاً اللي ممكن تكون بارقة امل لي يعني يرجعون لها بالمواقف الصعبة. بالضبط إيه؟ تكون صح. يعني نقطة الصفح من خلالها تكون هي بداية لنقطة الصفح. فحديثي ابي يعني نوقف عند هذه النقطة اللي هي شو الهدايا. تأثير هذه الهدايا أيوة. المفاجآت لتخلق أجواء رومانسية، وهذه الأجواء مشروعة يعني فيما بين الزوجين، وهي في نهاية الأمر مثل ما ذكرنا بارقة أمل إذا ما حدث خلاف. طبعا احنا ما نبي يصير خلاف عشان والله نتذكر هاللحظات، إن شاء الله الحياة كلها تكون جميلة، لكن معروف أن الحياة فيها طبعا لازم يعني لحظات مرة ولحظات خلافات حلوة. يعني هذا شيء طبيعي ترى، صحيح، ولا أنه هو ينتقص من التفاهم ترى بين الزوجين بشيء، يعني لازم هالأمور تصير بين اللي متزوجين، هذه حياة يعني، حتى لو إن ما في بينهم شيء، ممكن شغلات من اليهال، من المسؤوليات اللي قاعدة تصير من برا، من العائلتين مثلا، العمل، الأهل، من العمل، يعني من أي مكان. صحيح. الهدية طبعا مثل ما تفضلت وقلت إن تهادوا تحابوا، يعني شوف الهدية تبين حق الطرف الآخر إن الشريك قاعد يفكر فيه ومهتم فيه ومهتم بمشاعره وده يرضيه، فخصوصا إذا كانت من غير سبب، فما بالك إذا كانت بعد بسبب، يعني قصدك بدون مناسبة، من غير مناسبة، يعني بمناسبة أن أنت موجود بحياتي وأنا ممتن لوجودك بحياتي، يعني هذا رح يعكس مشاعر وايد حلوة بينهم وبتصير ألفة، حتى لو أنه يمرون بسلبيات وبمشاكل ما راح تأثر عليهم ترى، مثل ما إن لو هما بينهم جفاف شوية بهالناحية. يوم قلت لي إن الرجل يحس إن هالشيء منتقص من قيمته أو من رجولته، فعلًا في عندنا كذي، بس هم وايد. بالعكس أنا أشوف إن فيها ثقافة موجودة، بس في رجال عندنا إن عندهم إن كأن إن يعني ما تتناقشين مع رجال بهذا الجانب نوعًا ما، على الأقل يعني إن يحس إن أكو أشياء إذا سواها حق زوجته وهذا حق من حقوق الزوجة عليه، إذا سواها يحس إن هو يدري إنه صح، ترى يدري إنه صح، بس يحس إنه ما يقدر يسويها، يعني يحس إنه في حاجز معين، ممكن إن شخصيته تهتز. يعني والله الموضوع ترى مهم، يعني هالجانب وايد مهم، لأن المرأة يمكن لا بالعكس عندها إن هذا الأمر عادي جدا، يمكن الناس ينظرون نظرة إن إيش فيك أنت، ويعني شنو الريال، يعني كبرنا احنا على هالسوالف، وشنو رومانسية وشنو هالحكي، وطافت ايام الملكة وبس يا مرة، يعني كبري وعيالك وجاب لي يعني في من الحكي موجود. صح صح, صح, صح يعني اعتقد توافقين الراي. ايه؟ شو ممكن ان نثقف المجتمع، شو ممكن نوعيه، يعني هم بالنهاية نتعامل مع جسد وروح، ما قاعد طبعا اكيد شوف يعني انا اعتقد هالشيء، يعني في ريايل وايد متأثرين ببهاتهم مثلا، ترى خوش نقطة، شلون؟ خوش نقطة أقول. إيه يعني كل جيل يختلف عن جيل. نشوف الوالد قدوة. إيه صحيح، لكن مو كل شيء. أخذ الأشياء اللي تيوز لي. أخذ الأشياء اللي ممكن تخدمني وتخدم حياتي. صحيح. أنا ممكن أستفيد منها، لكن شيء أنا ما رح يخدمني وأنا مثلاً أشوفه غلط، يعني أتمنى إن مثلاً أبوي يسوي كذي حق أمي. حلو. فليش أنا ما أسوي كذي حق زوجتي وأم أولادي؟ بالعكس هذا شيء وايد حلو، رح يحنن قلبها ترى عليك إذا أنت ضايقتها بيوم، أو يعني صار بينكم موقف ما رح يكون وقع عليها مثل لما يكون في بينكم جفاف. بالعكس أنا أقول لهم اشتروا لهم وسووا لهم، حتى لو إن المرأة كان مو ناقصها شيء مادياً، كوظيفة، كمستوى اجتماعي، موفر لها مثلاً كل شيء، بس الهدية مو موجودة، أنا غنية وأحب الهدية، يعني شيء رح يحسسها إن هي مهمة عنده وهو يحبها. تكلمين عن الجانب المعنوي أكثر من الجانب المادي. طبعاً أكيد في أكيد. طبعاً شوف هم كل شخصية تفرق، يعني في ناس تكتفي بوردة تقول المهم ذكرني كافي. صحيح. وفي ناس تنظر حق قيمة الهدية. صحيح. المفروض عاد الزوج هنا يكون عنده ذكاء، يعرف زوجته
شنو تحب؟ بس إذا تنظر إلى قيمة الهدية هذه زوجة بروح يبي لها بنك هذه. لا مو شرط، يمكن الرجل مقتدر. هلو. ما تدري. ممكن. وممكن إذا هو على قده ويجمع وشرع لها ما راح تنسى أن سوى لها كذي. زين بس هم القناعة زينة إذا تكون موجودة طبعاً. عند المرأة عشان بعد الرجل لا طبعاً ينكسر أكيد. ظهره. بس أنا أقول تفنن. هلو. تفنن بالمحبة حق زوجتك، ترى هي اللي تستاهل. جميل. وإيه اللي قاعد تشاركك حياتك معنوياً مادياً بالأطفال، إذا أنت إذا بيتكم فيه وناسة هي مستانسة وياك، إذا بيتك فيه غنى هي معك، إذا بيتك فيه فقر هي معك، هي اللي مشاركتك كل شيء يعني. حلو. فحلو أن أنت ترضيها. طبعاً أكيد أنت تكلمت عن الزوج، لكن هم هالشيء ينطبق هم على الزوجة. يعني هم أنت سوي، إذا كان الزوج معك كريم فأنت صيري أكرم، وهم الزوج نفس الطريقة. حتى لو زوجته ما كانت كذي هو خلي يسوي لها كذي. حلو. زين اكو مقوله دائما تقال او يقال بان المراه اذا توقفت عن معاتبه زوجها على بعض تصرفاته ويعني الغضب من هذه التصرفات يعني بالكويت قامت تمشي الامور تطوف. اي بالضبط. ما عادت المراه تهتم حق تصرفات الرجل ولا عادت تهتم حق الرجل. مدى صحه هال مقولة يعني إذا مشت فخلاص ما عادت تهتم وسوي اللي تبي وكأن كل واحد فيهم عايش حياته لكن تحت سقف واحد. عندنا وايد الظاهرة منتشرة اللي يصير البيت مثل الهوتيل، يعني كل واحد عايش حياته ومع أصدقائه وبالسفرات بعد، يعني مو بس ترى بالكويت يعني مو أقصد يعني مو بس داخل يعني الكويت إنه بس هم كل واحد بصوب، لا ممكن حتى كل واحد فيهم يسافر مع أصدقائه أو المرأة مثلاً مع أهلها أو مع صديقاتها ومو مع زوجها. طبعاً هذا فتور كبير وهذا طلاق روحي، يعني هذا أبداً ترى شيء مو عادي. ومع الوقت الحياة هذه أساساً مو حياة، والزواج شراكة والمفروض إن هم يتشاركون في كل شيء. شنو يعني مسألة الطلاق الروحي يعني. أيوة. خوش مصطلح ذكرتي. شو ممكن أن نتجنب هذا الطلاق الروحي يعني إذا حصل المشاركة مثل هذا المشاركة الأمر. التفاهم الحوار. إحنا عندنا يعني مشكلة بينهم يمكن عيال والعيال قاعد يشوفون هذا الوضع. وأنت نرجع حق نفس النقطة اللي ذكرتيها مساء. أيوة. قلت لك عن بعض السلوكيات الغلط اللي مارسها الزوج، قلتي يشوف أبوه. أيوة. فإحنا نرجع حق نفس الدائرة إنه شو قاعد يصير بينهم، هذا العيال قاعد يأخذ ويخزن ويكبر وتصير معه ثقافة، إذا المجتمع قاعد يتوارث بالضبط العادات السيئة. أكيد. يعني شوف إذا كان في وعي ما راح يصير هالتوارث. قلت لك الواحد يأخذ من المرة تأخذ من أمها اللي تشوفها صح، والرجل يأخذ من أبوه اللي يشوفه صح. حلو. ما تروح تغلط أبوك وأمك أنت. حلو. ولا تبين لهم هم صح ولا غلط، لأنهم عقب ما وصلوا حق هالعمر ترى مو محتاجين أنت تقول لهم أنت صح ولا أنت غلط، وترى أغلبهم بعد ممكن ما يتقبلون. فأنا أشتغل على روحي، أشوف شنو الصح أسويه، شنو اللي هم أخذيته منهم إيجابي أخذه منهم. مثلا المرأة تأخذ السنع، الشغلات الزينة، العادات الحلوة. لكن مثلا في سلوكيات غلط، الأم مثلا العصبية أو اللي يعني مثلا لسانها طويل شوية وكذي يعني. يعني هل هالشغلات ما أخذها من أمي، يعني أخذ الشغلات الحلوة اللي راح تخدم حياتي، اللي راح تخلي بيني وبين زوجي حياة راقية أنيقة بالتعامل وبالتفاهم، وأربي عيالي أحلى تربية ويربون سليمين اجتماعيا. حلو. يعني هذا اللي المفروض أنا أوفره في بيتي. حلو. ونفس الكلام للزوج، مو بس حق الزوجة. حلو. احنا عندنا أن المرأة لازم هي اللي تتحمل ولازم هي اللي تصبر ولازم تقول حاضر. المجتمع الحين ترى مو نفس قبل. يعني يعني أنا أقول لك قبل يعني حريم قبل يعني حتى ترى أمهاتنا مو منهم الحريم اللي لازم تصبر على الريال لأنها ما لها سند، لا وظيفة، أهلها. يعني قصدك الحين هي ممكن تعيش حياتها بدون الرجل. Exactly. ماديا. حلو. ماديا في عائل تقدر تعين نفسها يعني. تقدر تعين نفسها، هو شهادة، هو وعي، هو ماديا هي تقدر حتى عن طريق مثلا القضايا وهالأمور وكذي حظها يعني حقها محفوظ. بس أنا ما ودي إن الزوجة تشوف هالشيء مصدر قوة، لأنه مو صحيح.
يعني مهما الشيء عطاك قوه انت في حاجه الى الرجل. طبعا اكيد كل مره بحاجه للرجل وكل رجل بحاجه للمراه، هذه فطره. يعني هذا ما في روح تعال، هذا كلام صحيح 100%. بس حاولي ان انت يعني تمسكين بيتك اكثر بكل ما اوتيتي من قوه. حلو، خلي قوتك هنا زين. يعني استخدمي ذكائك الاجتماعي وذكائك كامراه، ترى المراه وايد ذكيه اذا حبت ان هي بيتها يستمر. لكن للامانه يعني ساعات في رجال ما يتركون يعني تهجمين يعني لا ما بأهجم انا احب اي من كل صوب لانه يعني يلا ايش ما اقدر اتكلم عن شريحه معينه بس لان قاعد ياخذني الوقت وعندي كم سؤال. ايش في ساعات في رجال ما يخلون يعني شلون اقولها ما يخلون المراه يعني تعتني فيهم ولا ما فيهم باب يفتح الجبله يعني من كل صوب تضربها وياه وتلقاها زينه وماسكه بيتها وزوجها صالحه يعني متسبب هذا الرجل يعني هو انه ممكن اهله انا اقول لك شوف يعني مثلا ممكن اهله امه مثلا تحملت واصبرت وامه وايد زينه وابوه كان يسوي مثل ما هو قاعد يسوي الحين مع زوجته فهو متوقع ان زوجته راح تسوي نفس امه بس هو غلطان لان هذه غير وأمك غير هو شخصية هو جيل مختلف هو بيئة مختلفة هو فكر مختلف فأنت غلط وأنت غلطان وممكن لما يروح حق أمه مثلا أنا قاعد أتكلم عن شريحة معينة قلت لك ممكن تقول له أن هي خلت أصبر شوف أنا مثلا صبرت على أبوك صبرت غلط لازم تنصحينه وتوبخينه ما يصير اللي هو قاعد يسويه أو ممكن ما يقول حق أمه ما نبي نظلم ممكن يقول حق ربعه وربعه أنه عادي وكذي وتلقاهم نفسه بعد فيعني تلقى المرة يعني ويكون في أخطاء كبيرة مو صغيرة وتصبر سنة سنتين ثلاثة أربعة على أمل لكن لما يوصل الأذى حتى أن هي تستمرض جسديا يعني ترى إيش كثر أمراض تبي بسم الله علينا وعليك وعلى المسلمين تبي الجلطات القولون الضغط شنو تبي يعني وايد أمور ترى ممكن تصير من النفسية أنها هي تتعب والوحدة تتحمل وتصبر وتقول يمكن ويمكن بس لما توصل حق كذي مرحلة والأطفال مو قاعدين يربون في بيئة سليمة اجتماعية بين أم وأبو متوافقين خلي يروح بطريقة هني خلت تستخدم القوة اللي أنا قاعد أتكلم عنها أنها هي تقدر تشيل نفسها. حلو زين أستاذ دلابلوشي لما يتعرفش قلت استشارية في العلاقات الزوجية لذلك الحين وصلت إلى كلمة أخيرة وحاب أن تعطين من خلالها نصيحة أو ما بقول نصيحة خلينا نقول ومضة كذي أو إضاءة لي الزوجين بشكل عام عشان على الاقل يعني نطلع باستفاده من هذا اللقاء. اكيد كان في استفادات عديده لكن انا اقصد ان نلملمهم وكذي بسطر نعطيهم حق المشاهدين. تفضلي. ان شاء الله. شوف اول شيء انا انصح كل رجل وكل مراه انهم ما يقدمون على خطوه الزواج الا اذا هم اول شيء كانوا قدها. لا ان انا اهلي يبون ولا هو اهله يبون ولا لا، انتوا تبون تتزوجون وقد الزواج والمسؤوليه اقدموا على الخطوه هذا اولا. ثانيا اتقوا الله في بعض، يعني لازم نرحم، يعني حلو الرحمه من الرجل وحلو الحنان من المراه، كذي شويه يحاولون يكملون بعض. رقم ثلاثة الحوار ثم الحوار ثم الحوار، لازم يكون في حوار بين الزوجين، لازم في احترام بين الزوجين للمشاعر لكل شيء بينهم لعشرتهم للأطفال اللي بينهم. شنو بعد أقدر أقول لك؟ رابع شيء كل واحد خل يشيل مسؤوليته. الرجل قوم بمسؤولياتك اللي أنت لازم تقوم فيها، لازم يعرف حقوقه وواجباته بالضبط، والمرأة قومي بمسؤولياتك اللي أنت لازم تسوينها وتفاهمه ولا تطلعون مشاكلكم نهائيا برا، خلوها بينكم. لأن حتى الأهل إذا قلت لهم أنت بنتها حتى لو رديتي تصالحتي معاه ترى أمك بتشيل شوية عليه لأن بنتها ما راح ترضى، وهم الرجل نفس الشيء أنت ولدها فأكيد بتشيل شوية على بنت الناس وأنت بترجع تتصالح وبيصفون ترى على بعض. فبالنهاية أنتوا هذا شيء خاص فيكم خلوا بينكم حتى برا بوالدينكم أنكم ما تأذنهم. طبعا هذه حق المشاكل العادية. وشكرا على الاستضافه، استمتعت جدا معكم. حياك الله. قلتي الحوار 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 واحنا
انتهى حوارنا معك استاذ دلال بلوشي. ايضا يعني استمتعت ايضا في حواري معك، وايضا كان في هناك وقفات حقيقه شخصيا استفدت منها، وان شاء الله نكون يعني قدمنا لكم شيء في هذا الجانب اللي هو جانب السعاده الزوجيه ما او خلينا نقول الحياه الزوجيه ما بين التناغم والاختلاف. فقراتنا ما خلصت، عندنا فقرة عن الرياضات المظلومة إعلاميا، راح ندش ونتبحر أكثر، نتكلم عن عدة رياضات، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. الرياضات المظلومة إعلاميا هو موضوعنا، إن شاء الله راح يكون في فقرتنا الثانية. ممكن الموضوع يتم تداوله بشكل يعني واسع في وسائل الإعلام، لكن احنا اليوم راح نحاول نركز على بعض الأمور اللي قد تكون غافلة يعني عن المشاهد الكريم وعن حيثيات الجزئيات، وهذه أكيد الحيثيات والجزئيات ما تجي إلا من شخص مختص وفي هذا أو عايش في هذا العالم. لذلك ضيفي العزيز الكابتن سليمان العنيزي، لاعب ومدرب وحكم كرة ماء سابق، وأيضا ما شاء الله في سلك التدريس. حياك الله معي. الله يحييك. الله يحفظك. الله يسلمك. أستاذ سليمان، بالبداية قبل أن ندخل في حديثنا أكثر، يمكن الشباب يقولون نطلع نشوف التقرير، هم بعد خليك يعني مع السادة المشاهدين تشوفون هذا التقرير ونرجع ندخل في نقاشنا عن الرياضات المظلومة إعلاميا. رغم تكرار تأكيد كثير من المسؤولين الرياضيين على أهمية بعض الألعاب الفردية والجماعية غير الجماهيرية، والتي يمكن أن نطلق عليها لقب الألعاب المظلومة أو الألعاب المنسية إعلاميا وجماهيريا لما تحققه هذه الألعاب والرياضات كالسباحة والتنس والرماية والسكواش والجودو والتايكواندو من إنجازات عالمية، ولكونها الأمل في حصد الألقاب والميداليات الدولية، فإن الموقف لا يتجاوز في مجمله أكثر من تصريحات معلنة دون سياسات منفذة. ولهذا لم يكن غريبا أن يكون للكويت الكثير من الأبطال المتألقين على المستويات الخليجية والقارية وحتى العالمية في كافة الألعاب الفردية والجماعية دون أن يعرفهم أحد، لتظل تلك الألعاب مظلومة ومنسية بجدارة لغياب الاهتمام الرسمي والإعلامي والشعبي بها، وهو الأمر الذي يجعل الجمهور لا يتعرف على اللاعبين إلا في أحيان قليلة كلما أقيمت بطولة قارية أو أولمبية، بعكس الحال من لاعب المعشوقة المستديرة كرة القدم. وهنا يأتي السؤال، كيف لهذه الألعاب أن تتصدر اهتمامات الجماهير والإعلام والأندية والهيئات الرياضية لكي تتمكن من صنع أبطال عالميين يرفعون علم دولة الكويت في المحافل العالمية؟ والسؤال الأهم، ما هو واقع تلك الألعاب الفردية منها والجماعية ولاعبيها واتحاداتها؟ وما هي الصعوبات التي تواجههم؟ ومن المسؤول عن تذليلها؟ وذلك لكي يتم التركيز على صنع الأبطال في كل الألعاب سواء الفردية أو الجماعية ليكونوا قدوة للناشئين والشباب، وتقع المسؤولية الكبرى في هذا الجانب على الأندية، خاصة الأندية الكبيرة كالعربي والكويت والقادسية والجهراء وكاظمة، ليتم الاهتمام بتلك الألعاب جنبا إلى جنب مع الاهتمام بكرة القدم صاحبة الشعبية الجارفة، لننعم بوجود أبطال حقيقيين في كل الألعاب يمثلون القدوة والمثل الأعلى للأجيال الرياضية القادمة. حياكم الله مشاهدينا. أستاذ سليمان، يعني الحديث عن الرياضات المظلومة إعلاميا، أكيد راح أبدي معك بهالسؤال. أكو رياضات كثيرة ولها شعبية، رياضات عادة تكون جماعية يعني، والصرف عليها ممكن يكون بشكل أكبر من بعض الرياضات الفردية اللي ممكن أن نحقق من خلالها ميداليات ونرفع اسم البلد في المحافل الدولية فيها، لكن الاهتمام منصب ومتركز على الرياضات الثانية اللي هي الأكثر نوعا ما شعبية وتكون جماعية. السبب نفس ما قلت، أغلب توجه الشعب العربي بالأصح على الرياضات الشعبية مثل القدم، الطائرة، اليد، بس الناس ما تفضلت انت في لعبات ثانيه وايد لهم انجازات. هذا انا اتوقعه من وجهه نظري انه ما في وعي رياضي عندنا خاصه بالكويت. اغلب الناس كره قدم، منو بيلعب؟ منو بيوصل للنهائي؟ هذا هو. زي في لعبات ثانيه قاعد تحقق انجازات، عندنا الكاراتيه، حتى كره قدم على فكره شاطئيه قبل فتره
يعني خسروا من ثالث العالم فرقول اليابان، هذا ترى يعتبر شيء انجاز، ويابوا ثالث الخليج مع انه تو اول او ثاني مشاركه لهم. صحيح. طبعا الناس تركزهم كلها على كره القدم العاديه، صالات حققوا انجازات، عندنا الكاراتيه طبعا شيء يمكن ما حد يدري عنه، عندك اول وثاني العالم وصلوا لاعبين كويتيين ضد بعض نهائي العالم ما حد يدري عنهم. لعبتي كره الماي كان عندنا استضافنا قبل 4 سنوات بطولة العالم المستوى الثاني كانت بالكويت، واحنا وصلنا النهائي والحمد لله فزنا بالبطولة، لكن ما حد يدري عنها. المشكلة انه ما في وعي، ما في نشر نقول نقل تلفزيوني، نقل تلفزيوني، الجرائد ما تهتم. ليش؟ لازم يكون عندي سبونسر او دعم عشان تهتم، هذه المشكلة. اتوقع اذا كان في دعم سواء من اشخاص من برا من شركات راح يوصل اي رياضة، راح توصل نفس اربعان بالفورمولا بالزوارق ما شاء الله في سبونسر وصل، شنو الحين صار بطل العالم شمالي جيتسكي نفس الشيء وصل النهائي. ليش؟ لانه ما شاء الله في دعم. حلو. طول ما كان في اهتمام وفي دعم سواء من الشركات او يعني اشخاص يهتمون باللعبه صدقني راح توصل. حلو. شوف انا مساله الدعم وايد مهمه، زين راح يجيلك فيها وبشكل تفصيلي. يعني انا اذا تكلمنا عن الدعم اكو دعم اللي هو يكون من القطاع الخاص وايضا دعم الحكومي. خلني في البدايه ادخل على الدعم الحكومي لان هذا الدعم يكون موجود دائما، طبعا مو بالضروره انه يكون موجود هو كافي او انه قادر انه ينمي الرياضه عندنا، لكن هو موجود. الدعم الحكومي قاعد يدعم الرياضات ايضا الاكثر شعبيه بشكل كبير جدا، وحتى اذا ما يعني نظرت الى الانديه بشكل عام لما تشوف رئيس النادي يتكلم دائما يتكلم عن كره القدم، يحضر كره القدم، ممكن اذا شويه باليد ها كانه صايره هي واجهه النادي. قد يكون النادي زين في كرة القدم سيء في بقية الألعاب، والله هذا رئيس النادي أسهمه مرتفعة أو حتى يعني المجلس الإدارة اللي معه، وعلى العكس تماما إذا كان يعني يحقق مثلا كأس التفوق في الرياضات الثانية وكرة القدم مثلا شوي نازل مثلا خلينا نقول ترتيبهم في الجدول العام شباب النادي أسفل السافلين. ليش هل هالمعادلة هذه القاسية نوعا ما على الرياضات؟ يمكن تتكلمت عن مسألة النقل التلفزيوني، خليها الحين على جنب، انا اتكلم حتى عن الدعم. الدعم وين؟ هل الدعم اليوم اصبح شخصاني نوعا ما؟ يعني ايضا حتى المسؤولين اهواءهم الشخصيه، حبهم لرياضات معينه على حساب رياضات اخرى، هل هم كانوا لاعبين في هالرياضات لذلك يدعمها؟ يعني شنو بالضبط؟ خلينا نوضح حق المشاهد. انا احترامي حق بعض المسؤولين بالهيئه العامه للسبورت وندعم فيهم بعضهم، في بعضهم ما ادري شنو وجهه نظره لكن يحارب الرياضه. يعني مثلا جت لنا فتره حتى تفرغات بطولاتنا بنشارك، انا باكر مشارك ومذهب نفسي وكل شيء خلاص، باكر راح اشارك بالبطوله، اتصلون علينا بالليل كنسلت البطوله. ليش؟ صارت مشكله ما في فلوس. شو ما في فلوس بطوله؟ شو قلنا صار في مشكله والميزانيه ما تكفي. صار معنا موقف مره سافرنا معسكر قعدنا 15 او 20 يوم على حسابنا الخاص، ما في ميزانيه، ناطرين ميزانيه الهيئه يدزونها، يعني دزونا وما وبصراحه انا احب اشكر الشيخ خالد البدر على هالموقف، كان ما قصروا ويانا وساعدنا كثر ما يقدر من عنده من ماله الخاص على ما يدعمون الهيئه او توصل الفلوس. انزين ليش انتم تحاربون اللعبات هذه مع ان احنا قاعد نحقق انجازات؟ السباحه، اتحاد السباحه مو مقصر، يمكن ناس ما حتى بالغطس بالسباحه احنا ابطال الخليج من اول ما تاسست اول بطوله ليومك هذا الحمد لله طول عمرنا ابطال. الغطس قاعد يحققون ميداليات ذهبيه على مستوى اسيا، لكن قاعد يحاربونهم الهيئه. شنو الاسباب؟ تفرغات، تاخذ تفرغ، انا بي بشارك بالبطوله بسنه بسنتين، انا شاركت اطلع من دوامي الصبح اشارك ببطوله بالكويت وارد مره ثانيه دوامي، ليش ما تساعدني؟ ليش ما تعطيني تفرغ؟ تقول لك تفرغ تاخر، لما خلصت البطوله اخر يوم طلعت لي التفرغ، انا شو استفدت؟ فهذه المشكله ان في بعض المسؤولين للاسف يحاربون الرياضات. خلاص توجهي انا لعبات جماعيه الشعبيه نفس ما قلنا، لكن الفردي ما حد يدعمه ولا حد يبيه من اساس، يعني ما ادري شنو اللي ببالهم. كلام قاسي هذا، يعني انا ممكن اسمع انه في بعض المسؤولين في جهات معينه مثلا في بعض الطلبه في الجامعه او في بعض الطلبه في جامعات الخاصه او في بعض الطلبه في الثانويات حتى يقول لك يحاربوننا، يعني ممكن اتقبلها مع انها هي ما لا يمكن تقبلها، لكن انك تي وصاحب الاختصاص او المسؤول عن هذا الامر هو من يحارب او حتى يتقاعس في بعض الامور ويؤخر وقاعد يساهم في يعني تذييل النتائج، قاعد نوصل الى نتائج سيئه، والسبه انه هو تقاعس في بعض الامور. يعني تتكلم عن مساله التفرغ، مساله مهمه جدا، الانسان ما كان متفرغ عن عمل، انت قاعد تعيش صراع ما بين انه
لا يحوشني خصم، لا والله يحوشني فصل، لا صح. مثلا روح علي الامر الفلاني، وايضا انت لازم تكون هناك معد نفسيا وبدنيا وذهنيا حق البطوله. فمتى ممكن ان نتخلص من هالصراعات هذه؟ يعني احنا والله تعبنا واحنا نتكلم، يعني بالاعلام الرياضيين ايضا يتكلموا، لكن 2015 يعني انا بدوامي كنت اروح اخذ تفرغ، عندي بطوله وبطوله عالم، اجيني مسؤولي مدير كبير طبعا مو بالمدرسه بالوزاره، يقول لي ليش تاخذ تفرغ انت قاعد ببيتكم؟ زي انا قاعد اتعب، يقول لا حالك حال غيرك، ما يصير انت تاخذ تفرغ وتروح تلعب وغيرك يداوم ويتعب وتاخذ حالك حاله. انزين ليش ما تقول ان انا قاعد امثل الكويت وقاعد اشرف الكويت؟ اكيد للاسف انه ما في يعني اي خلفيه رياضيه على الموضوع، وما يدري ايش كثر اللاعب يتعب هذا بيته وعياله ليش؟ عشان يرفع راس الكويت. تجي انت بالاخير تحبطه، يقول لي ما يخالف ترى راح اعطيك تفرغ المره، لكن المره لا تيني ما راح اعطيك تفرغ. انزين شلون انت تسوي هالشيء وتتوقع من لاعبين سواء لعبتنا او اي لعبه ثانيه انه راح يعطيك؟ انا اوريدي محبط نفس ما قلت انت، انا راح اسافر البطوله لكن عقلي في مكان ثاني، اكيد راح اتحبط ولا راح اادي وراح اتوتر وتصير امور وايد مو زينه. اكيد في ناس ما قصروا بالاتحاد او بالاتحادات الثانيه، عندي خبر يعني ان اتحادات او اعضاء اتحاد كثر وقفوا يا لاعبين ما قصروا وياهم، شالوهم من مشاكل وايد دواماتهم بسبه التفرغات او انه يحاربونهم عقب ما يرجع من البطوله. لكن اتمنى من المسؤولين يغيرون نظرتهم هذه، ان اللاعب اذا سافر او راح يمثل الكويت والله قاعد يتعب عشان الكويت، عشان يرفع راس الكويت، مو علشان انه يروح يلعب وياخذ تفرغ وبس. ان شاء الله تتغير النظره، اتمنى. زين دام يعني تتمنى والتمني نحطه في مصاف المستقبل، خليني اتكلم معاك او خليني اروح معاك مستقبلا، هل ممكن انه يكون في تركيز على رياضات ثانيه اذا ما وضعنا في عين الاعتبار انه في بعض الرياضات، يعني اتكلم عن رياضات قتاليه، اتكلم عن بعض الرياضات المائيه، بعض رياضات العاب القوه، بعض رياضات المحركات، يعني عنده خربط على قولتهم، في بعضها تعتمد على تكنيك جميل، يعني انت لو نظرت شوي اكثر الى اللعبه، حتى بعض الرياضات او لعبات المضرب التنس السكواش وانت ماشي تنس طاوله تعتمد على يعني بعض يعني تكون جاذبه للمشاهد، خصوصا اذا الواحد بعد شوي يعني مثلا احنا تنس طاوله بعض الدواوين بالكويت منتشره مثلا الرياضه، فالناس ممكن فاهمه هذا الشيء. السكواش اليوم قاعد نشوف في ناس ايضا عندهم يعني توجه هذه الرياضه، الرياضات المائيه انت الواحد من يصير صيف المتنفس ماله مثلا حوض سباحه صح. بحر الجت الامور هذه، متى ممكن ان نوصل الى هذه المرحله وتصير رياضه ممكن ان نهتم فيها، او بشكل اخر مستقبلا هل ممكن ان هذه الرياضات انا ما ابي اقول انها تاخذ محل كره القدم والامور الثانيه، كره القدم نمبر 1 يعني اعلى كعب فيهم اغلب الدول صح، احنا نتكلم عن انه ممكن اللاعب اللي قاعد يمثل الكويت نشوفه على الاقل نشوف انجازه، يعني ابسط شيء ابسط حق من حقوقه انه رايح يمثل الكويت وقايب لنا انجاز على الاقل اعلاميا بس ينتشر اكثر، هي ناس تستقبله في المطار. يعني كثر ما تهتم اعلانيا راح تتغير اللعبه وايد 180 درجه. نفرض جبت بطل ما شاء الله كويتي اربعان ولا اي شخص كان، وديته المدارس مثلا او الجامعات، انا ترى في الدحاني احبه، يعني انا قلت لازم اقول اسمه في مقصر بالعكس رفع راس الكويت بالضبط، يعني حقق ميداليه اولمبيه في سيدني 2000 وبعد 12 سنه يعني الله يعطيه طول العمر ان شاء الله في لندن 2012 ايضا حقق برونزيه ثانيه، وهذا انجاز يعني غير مسبوق. ورياضته شنو يعني الرمايه مره معنا مسكين يعني حتى حاشته ظروف قويه بالضبط. ما قصر من بالضبط، يعني هذا ايضا واحد من الامثله، يعني انت مثل ما ذكرت ان نيبه للمدارس نيبه قدوه بالضبط، لما اشوف انا توني بسن المراهقه واشوف انسان يتكلم بهالطريقه ويصير قدوه لي، شنو تتوقع مني غير اني احب هاللعبه؟ واحد مره لما وصلنا نهائي البطوله هذه ما كان اغلب الجمهور ما في احد جاي، كنت نفس ما قلت لك انا اروح الدوام وارد اروح الدوام، فتكلمت قدام الطلبه انه كذي وكذي صاد والله كذي يصير بالمباراه، انتم تتعبون هالكثر زين متى مباراتكم؟ تتفاجئ ان النهائي طلبتي انا اتوقع انهم غطوا الملعب كله، تفاجأت ان المدرج فل. ليش؟ لان انت انا احبك وانت قدوتي بالضبط، حبيت اللعبه بسبتك بالضبط. فنفس الشيء اذا جبت انسان نجح بمجال رياضته وقال لهم قصه حياته وشلون تعب ووصل عشان يوصل حق هالشيء، صدقني انا راح اصير مثلك طبيعي، انا حبيت هاللعبه بسبتك. فحاول دائما انك تنشر هالوعي بين الشباب بالذات،
مو شرط يكون بالمدارس، بالجامعات، حتى بالمجمعات. شوف اغلب الرياضيين المشهورين برا تلقى يقعد المجمع يوقع لهم اوتوغراف او شغله شيء، صح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ هالشيء راح ينشر اللعبه اكيد، لكن تخليه معزول ولا حد يدري عنه، شلون احد بيدري عن اللعبه؟ اصلا ما في حتى اعلام، شلون بعرف اللعبه شنو اصلا؟ زين هذا خوش كلام. يعني انت جبت لي مثال جميل جدا انه موجود في اوروبا ويجيب لك لاعب من اللعبه الفلانيه، يعني لاعب مثلا في التسل او مثلا الجليد، لاعب مثلا في الهوكي، لاعب في التنس، نادال مثلا، صح؟ بالضبط، مشهور جدا. زين من وين جت له الشهره اذا ما كان عليه تركيز اعلامي كبير جدا؟ وايضا يصير نجم من نجوم حتى الاعلانات، يعني ما اتكلم حتى على الظهور الاعلامي، لا، ممكن يسوي دعايات وايضا يجني اموال. اليوم من المسؤول في البلد او شنو هي الجهه المسؤوله؟ انا ما يعني اتكلم خاطب اشخاص، انما اتكلم عن جهات. من ممكن انه يوصل مثل هذه الافكار؟ من ممكن انه يتبنى هذه الافكار ونشوفها يعني تطبق على الواقع، بدل انا قاعد اشوف بس مثلا مطربين وممثلين وهذا؟ يعني خلينا نشوف على الاقل في شيء يصير، يعني ممكن قدوه مثل ما ذكرت، حتى حق يعني الرياضه في النهايه هي رساله قاعد توصل وقاعد توحد امم وقاعد توحد شعوب وقاعد توصل قيم كبيره جدا ما قاعد نقدر نوصلها في امور اخرى، فمن باب اولى يعني الشركات الخاصه هي اول طريق حق هالشيء. زين الشركات الخاصه هل هي اللي تي ولا احنا نروح لها؟ هذا سؤال مهم بصراحه. بالنسبه لنا احنا نروح لها. انت تتكلم عن القطاع الخاص. القطاع الخاص حلو، ترى في بطولة كذي واللاعب مميز وراح يحقق ويحقق اكيد، خلاص يلا خلينا ندعمه. هذا اللي قاعد يصير فعلا موجود، يعني في تجاوب. انتم قاعد تقدمون كتب، هل هذا الكتب قاعد يرد عليها بالسلب ولا بالايجاب؟ ولا خلينا نشوف هالتجربه ولا نجرب معاكم شوي بعدين يقص الحبل؟ احنا نقول مثال رياضي بالمدارس عندنا. زين عندي بطوله رياضيه انا بنظمها، بطوله فيها اعلام، في احد راح يتم فيها؟ ايه، خلاص ندعمكم باللي تبونه من الف لياء. انزين هذا بالمدارس، انزين بالنسبه حق اللاعبين والرياضيين واللي هم اصلا راح يرفعوا راس الكويت، ليش ما تسوي هالشيء؟ هل اللاعب مجبور انه يدور على شركه دعموني على اساس اني اقدر اوصل؟ انزين ليش مو انتوا تحطون كشافين يكتشفون هالشغلات ويشوفون من اللاعب المميز ومن اللي قاعد يرفع راس الكويت؟ ادعمه وصدقني راح يوصل عالميه. حلو، لكن انك انت قاعد بمكانك يعني الشركه او القطاع الخاص بالاصح تقول احنا نبي ندعم بس انت تعال لنا، عمر الواحد ما راح يجيك صدقني. اكيد في ناس عندهم عزه نفس وبالعكس، وفي شركات مو مقصرين يعني بدون ذكر بعض الشركات هم قاعد يروحون حق اللاعبين لكن ينعدون على صابع. احنا نبي ان الشركات هي تروح تدعم اللاعبين، دوروا وشوفوا شنو الرياضات اللي قاعد تحقق انجازات حق الكويت واهتموا فيها. الحكومه مرات ما تقصر، يعطيهم العافيه، لكن الدعم مو كافي. يعني شو الفائده انا مثلا بلعبه كره الماي او السباحه او الغطس معسكر واحد بالصيف ما في غيره، اذا طلعته نطلعكم معسكر ثاني لانه ما في ميزانيه حق الاتحاد. زي شلون الاتحاد وين بيصرفوا من جيبهم الخاص عشان انه يوصلون؟ سوى شغله حلوه مره الشيخ خالد البدر الله يذكره بالخير، انه دز اربع او خمس لاعبين على حسابه الخاص امريكا، درسوا هناك وبنفس الوقت تدربوا يا فرد. تدري شو اللي صار؟ شنو صار؟ الظرف سنه او سنه ونص حطموا كل ارقام الخليج والبطوله العربيه حققناها لعمرنا ما كنا نتوقع ان نسوي فيها شيء. نفسهم اللي راحوا خلال سنه كل الارقام تحطمت. هذا السنه، هذا سنه واحده. ايمن اخوي من ابطال، كان رقم العربي مسجل باسمه، ونعم فيه هو بطل العرب كان وبطل الخليج بسباحه الصدر. راح 7 أشهر بس امريكا حطم الرقم وقعد 12 سنه ما تحطم الرقم. هذه بس 7 أشهر. زين لو في دعم اقوى وقعد فتره اطول، شنو تتوقع؟ لو نشتغل على الصغار يعني اذا بنفس هو كان صغير بالسن هذا لما كان عمره 18 19 سنه وشوف شنو سوى. حتى عن الناشئين يعني انت دام عندك الفكره كلامك سليم، انت تتكلم عن 17 تتكلم عن سنه بهل بظرف هالوقت القصير قاعد تجيب هالنتائج هذه. انت ممكن تصنع بطل من وهو صغير وتشتغل عليه بثقافه اللاعب المحترف، بثقافه اللاعب اللي ياكل عدل، ينام في الوقت المناسب، يهتم حتى في دراسته ويهتم حتى في تدريبه. انا الشباب قاعد يقولوا لي بس نطلع فاصل، راح اخليك تكمل معاي كابتن، لكن بعد هذا الفاصل.
حياكم الله مشاهدينا. كابتن، يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن يعني التجربة اللي تكلمت عنها سنة أو 17 في أمريكا، ومن خلالها تم تحطيم الأرقام القياسية. ليش ما نشتغل بهذا الشغل نفسه على الناشئين ويكون عندنا مسألة أو مشروع صناعة البطل من هو صغير؟ يمكن ما وضحت مساء. أغلب اللاعبين اللي راحوا أمريكا، حلو، شيخ خالد بدر كان له على قولتهم رؤية مستقبلية. حلو، ممتاز. اللاعبين كلهم كانوا توهم بسن الشباب 17-18 سنة. ممتاز. هل مرحلة الناشئين وصلوا العالمية؟ إذا سمعت عنه ثويني، عارف ثويني وصل أولمبيات، حقق فضية أولمبيات. وفي سباق ثاني ظروف ما سمحت لنا يشارك بالسباق، مع أننا كنا متوقعين أنه يحقق الأول على مستوى العالم. هالشيء كان بسبب شنو؟ اهتمام خاص، صح؟ أكيد. مدام كان في دعم قدرنا نوصل العالمية. ما في دعم عمرك ما راح توصل، ممكن توصل بس ما راح تستمر. زين، أنا يعني دام أنت شوي يعني مختص في هنقول كرة الماء، أنا خلنا شوي نتكلم أكثر في كرة الماء. أدري ودك يعني تتكلم في هذه الرياضة، وأيضا ودك يعني توضح للسادة المشاهدين، وهذه أيضا فرصة يعني يمكن الحديث عن كرة الماء ما يكون بشكل كبير جدا على في شاشات الإعلام وحتى يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي. كرة الماء، أنت شو ممكن أنك تحبب اللاعب فيها؟ أنا مثلا واحد صغير، ودائما الصغير حلمه أنه يدش نادي ويكبر يصير لاعب، لكن لاعب شنو في البال؟ دائما لاعب كرة قدم. أنا شو ممكن أني أحول فكر هذا اللاعب، أسوي عنده ثقافة معينة أن ترى هذه اللعبة المائية لعبة جميلة جدا، ولعبة تخلق لك نوع من اللياقة البدنية، تعدل الجسم، تقوي عند فيها قوة تحمل، كل هذه الأمور. شو ممكن أن نوصلها للأطفال؟ يعني أنا ممكن تكلم واحد شباب ممكن شوي يفهم هالأمور، لكن إذا واحد منه صغير تشتغل عليه، شو ممكن أن نوصل له مثل هذه الأمور؟ نقدر نوصل نفس ما قلت، هي مدام أنها تعدل الجسم. أغلب المراهقين اهتمامه الكبير شنو؟ جسمه. أكيد. صح؟ لما تقول له لعبة نفس هذه والتعب والمجهود الجبار اللي قاعد يبذلونه اللاعبين بكرة الماي، وتقول له عقبها شوف جسمك شلون راح يصير، شوف قوتك، شوف البنية اللي راح بعد ما تستمر، شوف شلون راح تصير، شنو تتوقع من الولد؟ راح يحبها صح؟ وتقول له بعدين راح تصير مشهور، بس شد حيلك. طبعا ما نقول على المستوى الدولي، المستوى المحلي. اي لاعب مدام في قدوه قاعد ينصحه وقاعد يشوف الاجسام. انا بالنسبه لي مثلا طلبت عيوني سال شنو الكرس ماي، اقول لك كيت وكيت وكيت، مرات اعرض لهم باليوتيوب اوريهم المباريات، اقول سال شنو هذا ما شاء الله، شو اللعبه، شنو المجهود اللي قاعد تبذلونه. اقول تخيل انت لو دربت راح تصير مثلهم. في طلب ايش كثر عندي راحوا على طول صاروا لاعبين كرة ماي، وما شاء الله الحين وصلوا ما شاء الله. تقريبا يعني انا قاعد تزايد السالفه، قاعد اشوف ان يا زين انت من طرفك مثلا قاعد تشتغل، لو كل واحد مثلا قدوه حسنه في هذا المجال، وخصوصا انت بعد شوي الموضوع اللي خادمك ان انت مدرس تربيه بدنيه، فايضا هذا الامر يعني ممكن ان يتحقق اذا كل واحد مثلا لاعب رياضي ممكن انه حتى يكون في هذا المجال او السلك التربوي ويشتغل نفس هذا الشغل. اعتقد بان الانديه راح تكتظ باللاعبين، وممكن انه يكون في قدوه حسنه ويحثهم دائما على التدريبات. شوف احنا عندنا مشكله صغيره، نفس ما قلنا انت ممكن تنصح وتهتم وكل شيء، لكن من الجانب الاخر اذا شفنا الانديه، هل الطاقم اللي قاعد يشتغل بالتدريب وهذا يقدر يساعد اللاعب قصدي انه يوصل؟ مشكله لا، يعني على اجتهادات فرديه هي اللي قاعد تحقق مرات الانجازات او اهتمام بالاجتهاد، لكن الطاقم هل هو كامل انه يقدر يحقق لنا هالشيء؟ باوروبا مدرب عنده بالكرة ماي، طبعا قاعد اتكلم مدرب، اربع مساعدين، دكتور، مساج، كل شيء فيه اهتمام، احنا كامل فريق متكامل. اني احنا الكرة ماي نسافر مدرب، مساعد مدرب، مساج، مدلك، ما يقصر، عنده خلفيه طبيه بسيطه، لكن تعور لاعب إصابة قوية، هل في دكتور يعالج؟ ما في دكتور. حتى صار موقف ظريف مرة عندنا، إن إحدى البطولات تعور الحارس، كرة طقت بالعارضة وردت بصبعه، صار في خلع، خاف إنه يعالجه، قال ودوا الطبيب. من اللي عالجه؟ المشرف نفسه.
لأنه دارس إصابات وعنده خلفية، هو اللي عالجه بالحوض نفسه، رد له صبعه مكانه. إنزين ليش إحنا ما نهتم؟ طبعًا أنا ما يعني ما أقول إن الاتحاد السباحة هو اللي يتحمل مسؤولية، ما لهم أي يعني. تتكلم عن شنو بالضبط؟ تتكلم عن ثقافة مثلًا معينة؟ هل يعني غايب عندنا هذا؟ هم يبون هالشيء يوصل، بس ليش مو قادرين يوصلون؟ لأن أنت يا دولة ما قاعد توفر لهم هالشيء. هل أنت قاعد توفر لهم رواتب مدربين زيادة يساعدون؟ قاعد توفر لهم رواتب دكاترة؟ ما قاعد توفر هالشيء. أنت ويلا هذه الميزانية يلا دبروا حالكم. لكم تعينون 4-5 غير ما فيه. إنزين أنا الحين من جانبي حببت الطلاب بهاللعبة أو الأشخاص بهاللعبة وياو اهتموا بهاللعبة. إنزين أنت ليش ما قاعد توفر الباقي عشان يقدرون يكملون؟ لما يشوف إن أنا قاعد أتعور ولا شيء وما أكمل، شو أنت بينك أحب اللعبة؟ راح أكرهها. أي أحد بيسألني عنها شنو بسوي؟ بكرها فيها. لكن في اهتمام كامل. ليش اللاعب الأجنبي من أول ما يتعور يعرفون نفس الليلة شنو إصابته؟ أشعات مقطعية كل شيء. إحنا قاعد نتعور أروح مرة برا على حسابي. بعدين إن شاء الله لما نشوف تي الميزانية إحنا نعطيك فلوس. كم دفعت إحنا على حسابنا؟ كفلا تعور قلبي. زين أنا بطلعك من الماي، بنشفك شوية من الماي، بوديك شوي إلى رياضات بشكل عام. يعني أنا أتكلم عن تحقيق الإنجازات. اليوم ما شاء الله شباب الكويتي يعني بمختلف رياضاته وأيضا بمختلف أعماره قاعد يحقق إنجازات كبيرة جدا، قاعد تسجل لدولة الكويت، سواء أتكلم على المستوى الخليجي، على المستوى العربي، على المستوى الآسيوي، وحتى في بعض الأحيان على المستوى الدولي. شيء جميل ويشكرون عليه دائما، ونرفع القبة ونرفع أيضا العقال لشبابنا الكويتيين في شتى المجالات. لكن الكلام وين أو النقطة وين بالضبط؟ هل شبابنا الكويتي هو يعني خلينا نقول هو خامة زينة، هو خامة طيبة اللي قادر يوصل، ولا احنا قاعد نوفر مدربين على مستوى؟ يعني انا ابي اوضح حق السادة المشاهدين، هل مدربين بمختلف اللعبات، نتكلم يعني بالمجمل بشكل عام، هل هم بالفعل قاعد يحققون الانجازات؟ يعني المدرب هو اليوم قاعد يضع خطة للوصول الى الانجاز، ولا اليوم لاعبنا الكويتي هو اللي قاعد يحرص وبمتابعته المستمره للتمرين، وايضا يعني بعض شايف شغل الاداري المشرفين وجود القدوه هو اللي قاعد يوصلنا الى الانجاز، الناحيه الفنيه ولا لاعبنا خامته طيبه؟ انا اتوقع ان اللاعب خامته طيبه. في وايد لاعبين حققوا انجازات لكن مجهودهم فردي، من ضمنهم فهد المرشاد لاعب زانه العب قوه بطل وما شاء الله من ابطال الخليج وتعب وكل مره يحقق، وين المدرب؟ قاعد يدرب نفسه. هل يعقل ان لاعب على مدى كذا سنه وهو يدرب نفسه؟ وينكم يا دوله، صح ولا لا؟ فهذا جزء من كذا لاعب قاعد يحققون لانهم ما شاء الله خامتهم نظيفه. احنا اللاعب الكويتي ما شاء الله موجود وفيه، لكن انت اهتم فيه عشان تقدر. لكن ما يصير ان اللاعب هو ما شاء الله على قولتهم مجهود فردي هو يوصل نفسه. لكن سالفه ان الاهتمام الفني انا استبعد، لان اغلب اللعبات يدورون الرخيص، المدرب كم بياخذ؟ هذا شيء ما يوفر علينا وايد، خلنا ناخذه. فعمرك ما راح توصل عالميه طول ما يعني قاعد نوصل باجتهادات فرديه وشخصيه من اللاعبين نفسهم، ما هو بوجود المدرب العالمي اللي ممكن انه يصنع بطل او ممكن انه يحقق انجاز. اذا مدربينا ما هم قد طموحنا للوصول الى انجازات. زين سؤال ثاني يمكن قاعد ياخذنا الوقت والشباب قاعد يقولون شوية أسرع، في لاعبين ما أدري يعني يبرزون لكن فقاعة وفجأة ما نلقاه. يعني أتكلم مثلاً، راح أعطيك أمثلة، مثلاً فوزي دهش فترة معينة، مثلاً برز في ألعاب القوة أعتقد في 400 متر، يمكن بشكل خاص. أيضاً محمد العازمي في هالمجال بالضبط في المسافات الطويلة، ما أدري لاعبين كثر يعني، يمكن حتى ثويني أنت ذكرت ثويني، يمكن أنا مو متابع ولا هو غايب عن الساحة ما قاعد أشوف، وين هالاسماء؟ يعني ليش لما يطلع عندنا لاعب كذي ومشروع بطل وهذا يعني ممكن يكون بطل اولمبي، ممكن يحقق شيء للكويت شيء كبير، ما نلقاه بعدين؟ نفس ما تفضلت، المستوى الفني، المدرب اللي قاعد مو ذاك الزود، ما يعطيك الا نظرته بلا صح بطوله بطولتين قدام، اقدر اتعب اللاعب عقبها هل تقدر تستمر؟ ما راح يقدر. اذا مو مستوى عالي، مدرب على مستوى عالي ولا نظره مستقبليه وطاقم كامل، عمر اللاعب ما راح يستمر. اغلب ابطال العالم خلاص هذا احس انه راح يحقق شيء،
احط له برنامج على مدى طويل 10 سنين 15 سنه قدام. ممتاز. مايكل فيليبس بطل عالم سباحه، بطل اولمبي 16 ذهبيه اولمبيه وهو صغير كان يضحكون عليه، كان هايبر. حلو. فالدكتور ولد الام ابتلشت بولدها عند نشاط زايد وايد نشاط زايد. انت ايش اسوي فيك؟ يقول له دخلي سباحه. المدرب مجرد انه شافه اكتشف ان هذا راح يطلع منه، ما قالوا خل جهزه حق سنتين ثلاثه قدام خمس سنوات، جهزوه حق اولمبيات ولا زال افضل سباح بالعالم. معنا الحين توقف فتره طويله تقريبا ستة اشهر كان عنده مشكله ووقفوه، اول بطوله رد هم حقق مره ثانيه انجاز. ليش؟ لان ينظرون حق المستقبل، ما ينظرون حق سنه سنتين قدام. احنا بالكويت ماكسيمم البطوله هذه حققناها، ما يخالف البطوله ما حققوا اللي بعد يحققون. ليش كذي؟ ليش ما اطالع قدام؟ ليش ما احط طاقم يقدر يحقق لي الانجاز هذا؟ صح ولا لا؟ لكن ما يوقف عند بطوله واحده وخلاص حققنا رفعنا راس الكويت مبروك زي بعدها ما في شيء. تكلمت عن المدرب يمكن العالمي، ويعني بشكل عام قلنا المدرب نوعا ما اتفقنا انه يمكن ما يحقق الطموح، واللاعب الكويتي هو يعتبر يعني لديه الموهبة ويعتبر نوعا ما خامة مميزة في هذا الجانب. اتكلم ايضا عن المنشأة، انا موضوع تعبني موضوع المنشأة، لكن ايضا مضطر اني افتح هذا الباب لانه متعلق في ان قاعد اتكلم عن رياضات، اذا الرياضة محتاجة ايضا الى وجود المنشأة. طبعا المنشأة يعني حدث ولا حرج، ما ابي اسالك عن جودة المنشأة لانه واضح هذا الامر، لكن اتكلم هل اليوم المنشأة قاعد تؤثر على نتيجة اللاعب الكويتي في تحقيق إنجازاته سواء على المستوى الخليجي أو حتى على بقية المستويات؟ وإذا ما نظرنا أيضا إلى دول أخرى نوعا ما الخامات أقل من الكويت، لكن بوجود المنشأة والاهتمام الإعلامي، الاهتمام المعنوي الإداري الفني، وجود المادة يصنع بطل، ومع وجود أيضا التجنيس أعتقد تدري وين قاعد أتكلم وين المنشآت. يعني أغلب اللاعبين ربعي بس شوي اسرع لانه يقول مشكلتي بالهذا، انا قاعد اجهز حق بطوله، طبعا المنشاه مثلا الارض الله يعيننا عليها، يقول مجهز وخلاص فريقنا، انا داش البطوله ان شاء الله نار بسبه الارضيه لفت ريلي حاشتني اصابه طلعت من البطوله او ما شاركت فيها. انزين ليش ما تعدل المنشاه؟ ليش؟ ما شاء الله احنا الكويت ديره خير الله ينعم علينا، والشيخ صباح مو مقصر ويا الكل اكيد الله يعز قدره ان شاء الله. انزين ليش ما تهتمون بالمنشآت الرياضيه؟ ليش الدول كانت ورانا صارت قدامنا؟ في دول كانت ما في وجه مقارنه بيننا وبينهم، المنشآت غيرت الامور كلها فوق تحت. خليج، قطر، سعوديه، امارات، روح شوف المنشآت عندهم، حمام سباحه بالسعوديه، الصاله الخضراء سنه 84 سووه، ليومك هذا الدش تتوقع ان امس بنوه من كثر ما هم مهتمين ويطورون يطورون اول باول اول باول. المنشاه هذه ضعيفه يلا ملعب ثاني جديد ارضيه عشان اخاف على اللاعب اسوي احسن ارضيه. صح ولا لا؟ لكن ما تجيني ارضيه ما تصلح حتى حق التمرين، شلون تبيني احقق انجاز؟ واضحه. كلمه اخيره اذا حاب تقول شيء، مع انه ما في وقت بس ابعطيك عشان اذا بخاطرك شيء وما طرقنا له. تفضل. اول شيء احب اشكركم على الاستضافه. حياك الله. ثاني شيء ان شاء الله يا رب اتمنى من الشركات الخاصة أو الدولة أيا كان تغير نظرتها حق الرياضة، تحاول أن تزيد الوعي بين الناس سواء بالإعلام بالمدارس بالجامعات، كثر ما تزيد الوعي صدقني راح تغير وايد أمور وراح يرتفع. واهتم بالمنشآت، اهتميت بالمنشآت جبت المدرب العالمي راح تحقق إنجاز، هالشغلتين مو موجودين ما راح تقدر تسوي شيء. إذا كابتن سليمان العنيزي وصلنا إلى ختام حوارنا معك لهذا اليوم، واتفقنا إلى أن يمكن رياضتنا بلا جودة من ناحية المدرب العالمي أو وجود المدرب العالمي والاهتمام وحتى وجود المنشأة اللي ممكن أن نحقق من خلالها بطولات. إذن اليوم فقط الخامات الطيبة واعتمادنا دائما على الخامات الطيبة ومواهبنا وولائهم للكويت وتقديمهم إلى هذا الأمر، وهذا الأمر ترى ما هو كافي، ممكن الناس تمله قدام. لذلك يا جهات الدولة صحصحوا معانا، نتمنى أن يكون في دعم سواء دعم حكومي او دعم من القطاع الخاص. والله هذا الموضوع ما احبه وما احب اتكلم فيه لكن مضطر اتكلم فيه، وان شاء الله يكون في هناك اذان صاغيه. شاكر لكم متابعتكم لنا مشاهدينا الكرام، شاكر الاخوان ايضا خلف الكواليس، نشوفكم ان شاء الله في حلقات مقبله. مع السلامه.